المقياس الإمامي بمقياس الفا تورنباخ آسف بمقياس ليكر كيف نحن نطلع المتوسط لكل فقرة؟ يعني لو رحنا نغير في النسبة، لو رحنا هنا لرسالة سلطان لاحظوا أنه في فصل التحليل الذي هو خاص باختبار الفرضيات فنلاحظ أنه لما كان أشوف أوري لكم ثالث هذا هذه شوف مثلا شوف الوسط الحسابي ايش اللي نحتاج نحسبه يعني نجيب مثلا مقاييس موافق بشدة وموافق محايد غير موافق غير موافق بشدة ونكتب الفقرة الأولى مثلا كم اللي جابوه غير موافق بشدة؟ اثنين كم اللي جابوه غير موافق؟ 28 كم اللي قالوا محايد؟ 22 كم اللي موافق؟ 80 كم الموافق بشدة؟ 18 هذه الإحصاءات اللي هي العينة توزعت على هذه الإجابات هذا تكرارات منين جاء الأرقام هذه؟ من التكرارات التكرار اللي من التكرارات ثم منهم حسب المتوسط الحسابي والأهمية النسبية والانحراف المعياري ودرجة الموافقة والترتيب والتكرار تحت نحن الآن علينا أن نعرف أولا كيف نحسب التكرارات أول شيء واحد ثلاثة نروح نرجع للداتا تبعنا الداتا وأنالايز ديسكريبتيف ستاتستكس للفقرة الوحيدة لا لا انت اهم شو يفتح لنا النافذة ونحن ندخل اللي نشتي انا اخذ السبع على الفقرات حق السؤال الاول شوف ديسكريبتيف ستاتستكس فريكونسيز الفريكونسيز اللي هي التكرارات يضغط فتح لك النوافذ انت تشتير المجال الاول اللي هي المحور الاول السبع الفقرات الاولى بتضغط الشيء هذه مع الشيف اثنين اربعة ثمانية تسعة يعني نحن بعدين واحدة اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبع نفرض انه سبع عليهم هين فقرات المحور الأول نحول دخل هين المكان حق التحليل statistics إحصاءات ايش تشتين تعمل ما معنى descriptive statistics إحصاءات وصفية إحصاءات وصفية معناته هل أنت تحتاج إلى المين المتوسط؟ هل تحتاج الميديان الوسيط؟ هل تحتاج المود الذي هو المنوال؟ هل تحتاج المجموع؟ أنا هنا أحتاج المتوسط بس أشيله أشتري المتوسط أنا المتوسط هنا البرسنتيلز هذه النسب أو ما أحتاج أجلها محلل الفقرة سنحتاجها هنا الستاندرد ديفيشن مثلا ما احتاج اشغله انا الان اشتري فريكونسيز بس انحرف معياري الا البرسنت هذه اللي احتاجها انه يؤشر لي كم نسبه كل واحد غير ما يقول لي الدكتور مثلا 70 طلع لي هنا 70% بس ما تحتاجش هذه الرينج المدى ولا الفاريانس التباين ولا الانحراف المعياري ولا اقل قيمه ولا اعلى قيمه ما احتاجها ولا السكونيز ولا الكورتوسيس بس السكونيز هذه التفتح وهذا الالتواء ما احتاج اشغله بس عندما ضغطت البرسنت التغى المؤشر حق الكونتينز ها؟ عندما ضغطت البرسنت حق البرسنت التغى ايش؟ التغى الكونتينز يعني الاستمرار ايوه ضروري دخلنا بيانا يعني ضروري تحدد قيمة لحظة لحظة يطلعها بدون تأشيرة هذه بدون تأشيرة يطلعها استمر بس يبريك فريكونسيز تيبلز نعم اشيروا هذا لانه هل يحسب لك الجداول لكل متغير مثلا يحسب لك النوع الجنس الخبره سنوات الخبره المستوى الوظيفي يطلع لك جدول اقول له نعم يحسب لك جدول اوكي يطلع لك هذه لكل متغير جدول لاحظوا نعم والاجمالي حق شوف هنا فريكونسيز تيبلز هذا الاكس 2 هذا الاكس 4 هذا الاكس 2 لكل متغير طلع لك ايش؟ احصائيات وصفية كم تكررت؟ كم تكرر مرات؟ شوف 131 الفريكونسيز اللي احنا نعمله كله احنا نرجع على الداتا ثاني مره حتى الاسبوع محتاجه لهم هذا نحتاجه اللي هي حق هذا حق الاكسل بس اللي هي الاكس 1 اللي هي الفقرات يعني في الفقرات مثلا نبينا لو مسكنا الاول لاحظوا الاكس 1 الاكس 2 هذه اول واحد مثلا الغير موافق بشده كم تكرر معي كم مرات؟ ثمان مرات الغير موافق تسع المحايد اثنين خمسه لاحظوا الغير موافق بشده اربعه
تمام، بس انا اشتري برضو المصطلح اللي هي الديموغرافيا، الجنس والنوع وكذا كذا. برجع لانه نسينا ان احنا وان، ترجع انالايز ديسكريبتيف ستاتستكس فريكونسيز، واشير داخلها، وانا ادخل العمر، وانا ادخل الجندر، وانا ادخل الاكسبيرينس الخبره. اوكي، لاحظ الان انه يطلع لك هون هذا البنت، هذه عمر المستقر، طلع لك هو شوف الذي هم من 20 الى 30 5، واللي هم من 21 الى 30 14، واللي هم من 41 الى 50 كم 11، المجموع 30. هنا الجندر الذكر 13، الانثى 17، المجموع 30. هذا هو الجداول اللي انتم لما تقولوا تعملوا التحليل الاحصاء الوصفي في الرسائل، هذا ياخذ مبحث. فتجي تقول تبين من يبين الجدول التالي ان عدد الذكور 13 وعدد الاناث 17، هذه بنسبة كذا وهذه بنسبة كذا، النسب دائما زي هالبرسين، يعني 13 هم نسبتهم 43.3 و17 الاناث 56.7، المجموع 100%. فتجي تعلق على العدد والنسبة، العدد والنسبة، وتقول انه اذا انت لك اهتمام في تفسير انه مثلا في مستشفيات، وجدنا في مستشفى الجمهوري كان الاسبوع الماضي رساله ماجستير التدريب، يعني اتضح انه معظم المتدربين من الذكور، طبيعي يعني طبيعه التدريب وكذا الكلام، يروحوا مثلا يسافروا برا تدريب خارجي تدريب داخلي، يروحوا يعني ما يتناسبش بعض الاحيان مع طبيعه النساء والاناث انه يتحملن نفس الظروف الحصول على التدريب مثلا، يعني تجي ويطلع لك مثلا واحد تدريب اسبوع مثلا في السعوديه، من السهاله انه يسافر الواحد، لكن الموظف صعب انه يسافر اجراءات وكذا. فيعني اذا واحد يهمه انه يفسر يطرح التفسير، اذا يهمه التفسير. اذا هذا هو ايش؟ التكرارات، اول مقياس. تفضل. الان لو رجعت انا واشرت لو اشتري الرسومات، طيب اشتري الجداول هذه مثل هذه الاشكال مخطط بياني، ايوه اين هو المخطط البياني؟ نزله كامل. هنا شوفوا الشات هذه، ايوه شات هذه الاشكال اختاروا مثلا البير هذه الدائره بارت شات، الدائره هذه مثلا مستمر. اوكي، فتجي تلاحظوا انه بده يطلع ايوه طلع طلع الاشكال. لا ارجع للتحليل نفسه، لكل سؤال طلع شكل. هاي عندك هذه الاشكال هذه الاعمده، تمام الاعمده. شوف لاحظ انه مثلا هنا الغير موافق، طيب وين حق الاولى؟ ديسكريبشن لا جندر شارت اي نعم صح. اوكي كونتين شوف هنا مثلا اوكي غير موافق كان اعلى شيء على اجابه، وهذا بعده وهذا بعده وهذا بعده وهذا كذا. الرسومات هذه لو انت الان تشتري
تغيرها. يا دكتور بعض الاسئله مثلا الاكس يطلع فيه ولا يعني خيارين فقط؟ ها بعض عندي طلع بعض اللي يطلع خيارين فقط غير موافق وموافق بقيه هذا ما طلعت مثل 10 درجات كلها. كأنه استغنى عنه الداتا. الداتا كانت موجوده ما كان انا شايف بعض بعض الاسئله يطلع الخمسه يمكن ما عرفتهم عشان في التعريف حق الداتا. شوف هنا لما ترجع الداتا نفسها هنا عند الفاريبل هنا الداتا فيو لا الفاليو هذه فاليوز هذه القيم هذه معرفه عرفت من واحد الى خمسه كله تأكد كله معرف من واحد الى خمسه معرفات على كل ال عملت له بس عملت له كوبي بس طلع كده طلع كده دوما هاوين المشكله. طيب خذ بعض الاسئله مثلا هذا السؤال سبعه وكلهم اكس 1 واكس 2 واكس 3 كلهم لا بعض الاسئله بعضها لان انت معناته هنا في بعضهم مش موشح لو رجعت تاخذهم على واحد واحد بيطلع مش موشح اعتقد بعض المحايد هذا ما طلعوش كذا. شوف الان الشرط هذه لو جيت تضغط عليه مرتين لو تشي تغير الشرط الى دائره مثلا او تغيره الى شيء ممكن ترجع تاخذ هذا اللي الشكل هذا اللي يطلع معاك هذا هنا الرسومة هذه مثلا وتجي هنا الفاريبل تقول له نيو ابلاي نفس المشكلة. شوف هنا لو تشي تغير مثلا الشكل الى هذه الرسومات هذه خيارات صح؟ شوف الان كيف تغير كيف تغير لك ايش؟ كيف؟ شوف اربط لك ايش؟ ايوه يعني مو عمل له بس العمود هذا لا بس العمود هذا خط كيف؟ يعني هذا كيف بس؟ طلع خط يعني هذاك القيمة المتوسطة حق هذا والقيمة حق هذا ارتفع بعدين وسط لو الكمبيوتر هذا لو في شيء يعني واحد يتفنن من اشكال او كذا يوضح انا دبك ليك تطلع هذه انا طلعت دائره شكل دائره عادي ظاهره الدائره تماما اللي هي الدائره اللي هي ايش؟ اللي بايو هذا بايو ايوه بايو اللي تحته ايوه بس البايو تحتك هنا تحديدا مش متر انت طلعت متر ايش تحديد هنا؟ لا مش ايوه غيرتوها لا بايو صح بس مش مؤشر عندك ليش؟ هذه العمودات؟ ما تحت رمادية ها؟ موجود عندي؟ الا موجود قبل بس مش مفعل مش مفعل لانه هنا شوف الـ الاكس 2 اختار لي من هنا الاكس اكسس هنا ايوه هنا يعني هذا الشيء جلست تغير كل يوم عندك عليه الواي لا اعمل لك دوائر على راس العمليه مش هو هذا المطلوب خلاص عادي ايوه يعني نوع من هنا انت نوع والله انت روح جربه هذا هو لا انت لو شيل دوائر هذه من البدايه ممكن من البدايه تختار اعمل هذا اكس اكس يعني من البدايه من التحليل نفسه انا لايف ايوه من هنا من الشاب تختار اللي تحت ثلاثة ايوه تستمر اوكي اشوف بعض الاسئله يا دكتور بعض الاسئله انزل بعض الاسئله يطلع لنا خيارين فقط عندي ولا ايوه شوف ثلاثة خيار ايوه شوف هذا زياده خيارين لا بس عندي الموافق والموافق ذكر وانت ما هم الاثنين شوف عرفنا لو انا شو دواهر ذاكرة هنا عمر المستجاب لا حسنا دائما اللي بخلنا صح مع ماذا؟ أوصل غير من هنا شوف الآن هنا
هذا لو شيء يظهر لكم بشكل أخام الأعمدة هذه مع الأطنان الضائع يعني تحدثني هنا شكل الاشتو و يعني هذه مسألة أنه البيض طلع طلع يعني عملية تهنن في العرض تنقل عليها الترجمة الشيء ويعملون الدائرة من البداية وهكذا هذا تحليل الوصف الآن باقي من التحليل الوصفي جزء الذي هو زي ما قلنا لكم دائرة الدوائر الرابعة اللي حكينا نغير هنا ثلاث دائرات ما تجي تشوف هنا مثلا غير موافق بشده هذا الازرق والاخضر غير موافق هذا والمحايد هذا وغير موافق بشده اصفر هذه هنا لكل واحد من هنا يعني كل واحد يعرف ياخذ مثلا الشكل الذي يناسبه بالالحاد وعاده يجي في المناقشات يقول لك ما فيش داعي للاشكال الا اذا انت تشتريها في الملحقات لانه ما هوش هذا الأهمية أنك تعرض لي كامل ذكور كامل إناث يعني مش مهم من كثير طيب هذا الجزء الأول من التحليل الوصفي الجزء الثاني هو متعلق بإيش؟ بالفقرات الاستبانة متوسطات يعني كم زي ما هذا الآن قلنا مثلا كم عدد اللي قالوا موافق بشدة وكم عدد اللي قالوا موافق وبالتالي تضربهم في المقياس شوف هنا مثلا هذا كما الذي قالوا موافق لو رجعت للتحليل مباشرة في الفصل الثالث مثلا هذه لا وين هنا شوف هذه الفقرة مثلا 42 اللي قالوا غير موافق بشدة 3 واللي قالوا موافق بشدة 48 وبعضهم 71 وبعضهم 19 وكذا كيف طلع المتوسط هذا؟ مهم جدا ان يفهموا هذا الشيء بالنسبة للاس بي اس اس لو كان ما تخش تقول له المين يروح يطلع لك رقم المتوسط يطلع لك رقم زرد ما تؤشر المين يطلع لك رقم لكن انت لازم تفهم كيف تطلعه شوف مثلا هنا المتوسط الحسابي 4.01 3.91 4.13 كيف طلع؟ التكرار على النسبة كيف طلع؟ ببساطة ببساطة بس ما قزعناش كلام اليوم انه الميل هو عبارة عن ايش؟ الميل هو عبارة عن شوف ضرب القيمة التكرارية هذه اللي هي 3 النسبة في درجة المقياس الغير موافق بشدة كم درجتين؟ واحد إذا 3 هي 1 زائدا 9 اللي هي في 2 عدد تكرارات غير الموافق بشدة في 2 18 زائدا 19 في 3 زائدا 71 في 4 زائدا 48 في 5 ويطلع المجموع اقسمه على حجم العينة ايوه شوف العينة هنا تقريبا 150 حق صفر يعني الكمبيوتر يعمل الكمبيوتر يعمل ايه ويطلع لك رقم جاهز الكمبيوتر طلع لك هذه جاهز بس انا اقصد انتم هو ده اللي شفتكم فيه هو ده اللي شفتكم فيه مش هجيب لكم فقرات مثل هذه مش هجيب لكم التكرارات هذه انا هجيب لكم هذه التكرارات طلع الوصف شو اقول لك هو قدري شو اقول لك هو قدري لو يا دكتور بس اقول لي الوسط الحسابي بتروح تاخذ التكرار تضربه في وزنه مجموعهم قسمه حجم العينه بيطلع لك هذا المتوسط وبتوجد لي حق العشر الفقره بسيط طلعوا ثواني بس لا هذا حنتحدث عن المتوسط طيب الاهميه النسبيه واضح كيف طلع المتوسط ايوه طيب الاهميه النسبيه تاخذ المتوسط رقم المتوسط وتقسمه على الخمسه ما هي الخمسة؟ الخمسة ما فيش حصلت لنا قلم لو حصلت قلم يكون هنا في قلم في قلم هكذا يا بس مش القادمة بس خلونا نديركم الخمسة اللي هو غير موافق بشدة ليش شكرا لك على